يوسف القاسمي، رئيس النيابه للاتحاد الدولي للرياضه المدرسيه. سعيد جدا بتواجدي اليوم في هذا الاحتفال اللي هو اكيد بانه احتفال من اجل تكريم جميع البطلات والابطال اللي شرفوا المملكه المغربيه من خلال تمثيلهم احسن تمثيل في البحرين في الجيمنازياد 2024 اللي كتنظمها الاتحاد الدولي للرياضه المدرسيه، ولكن كذلك في جميع التظاهرات الوطنيه وكذلك التميز الدراسي. فاكيد بانه هذا الاحتفال وهذا التكريم غادي يكون عنده اثر ايجابي اولا بالنسبه لهذا الابطال لانه مشاريع ابطال اللي ربما غادي يمثلوا اكيد انهم غادي يمثلوا المملكه المغربيه احسن تمثيل في لوس انجلوس 2028، ولكن كذلك هو تحفيز للتلميذات والتلاميذ الاخرين الرياضيين من اجل الشغال ومن اجل يعني الممارسة ديال الرياضة بالمستوى العالي من اجل الحصول على البوديوم وتمثيل المملكة المغربية مرة اخرى يعني احسن تمثيل. فبالنسبة للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية فهذا النوع من المبادرات ما يمكن الا نصفه لها لانه بطبيعة الحال كتساهم في ارتقاء الرياضة المدرسية داخل كل بلد، ونتمنى انه يتم التنظيم ديالها في كل بلد لانه بهذه الطريقة هذه غادي نتمكنوا باش اننا نرتقي بالرياضة المدرسية على المستوى العالمي. وشكرا جزيلا.